ممتازة العملية بإمكانية التهديف وضربة جزاء. ضربة جزاء لصالح أولمبيك سيدي بوزيد. ضربة جزاء يصفرها يوسف إسرائيلي. أمين الصفاقسي على ما يبدو لي. أيمن الصفاقسي بالفعل سحب الهدف. شوفوا الذكاء تو نرجعوا للإعادة. عملية ممتازة جدا. الترويض معناها من بوبكر كامارا. ثم الذكاء ما عطاش كرة لخلدون المنصور لأنه كان في موقع تسلل. أعطاها لأيمن الصفاقسي وبالطبيعة أحدث بها الخطورة. وجاب ضربة جزاء لفريقه أولمبيك سيدي بوزيد. شوفوا بعض النقاشات لكن الحكم بدون تردد يعلن هاي الإعادة مرة أخرى. والارتماء بتاع الحارس فاروق بن مصطفى على أيمن يعني أمام أيمن الصفاقسي. يبدو ثم لمس يعني يد الحارس لرجل أيمن الصفاقسي. على كل هذه أمامكم الصورة ما نجموش تعطيه حكم قطعي ولكن الحكم يوسف إسرائيلي بدون تردد يعلن عن ضربة جزاء لفريق أولمبيك سيدي بوزيد في توقيت 27 دقيقة يعني دقيقة 72 في المباراة. ضربة جزاء دقيقة 72 في المباراة بعد عملية ممتازة وذكاء كبير من اللاعب بوبكر كامارا السنغالي. قلت خذا كرة روض منذ أن كانت في عند النادي الإفريقي. قدم بالكرة شاف زميله خلدون المنصور يعني راجع من موقع تسلل. زاد قدم خرج أيمن الصفاقسي من يعني من الوراء ما كانش في موقع تسلل وخذا الكرة. وبالطبيعة تحصل على ضربة الجزاء. إذا ننتظر في تنفيذ ضربة الجزاء. اللاعب أيمن بن عمر. ثم انذار ضد نادر الغندري. ولا أيمن بن عمر وجه لوجه ويسجل الهدف الثاني. الهدف الثاني لصالح أولمبيك سيدي بوزيد في توقيت 28 دقيقة لعب يعني دقيقة 73 في المباراة. تتغير النتيجة مرة أخرى مشاهدينا الكرام. الهدف الثاني عن طريق أيمن بن عمر بعد ما نجح في تنفيذ ضربة جزاء. والإعادة أمامكم على الصورة. أيمن بن عمر وجه لوجه مع فاروق.